حاج قول شايفك. هو شخص بيشجعني ويطلع عيني في نفس الوقت بابا. في كتير بس عمر شريف طبعا، نور الشريف، الاثنين الله يرحمهم، عادل امام، يسرى، في كتير يعني. انا يعني معرفوش قوي، ما كنتش متابعه وانا صغير، عشان زي ما انا بقول لكم وانا صغير كنت بتفرج على حاجات اكتر مصريه، فمش متابعه قوي. طبعا الحاج متولي كنت بحب قوي المسلسل ده مع نور الشريف، وافلام اللي هو افريكانو بتاع طبعا احمد السقا ومنى زكي، وانا فرحت جدا لما عرفت اللي هم هيعملوا برضو فيلم مع بعض جديد مع بعض، فده مستنيه بقى. الجمهور المصري يعني بيخافوش بيقولوا اللي هم يعني اللي على مزاجهم كده. الجمهور الامريكي مكسوف شويه كده يعني. في كتير. انا نفسي العب حد حقيقي زي مثلا عبد الحليم، او طبعا الفنان برينس في امريكا، يعني حد حقيقي دي حاجه انا عايز اعملها. نفسي العب واحد شرير اللي هو يكون يعني الفيلن في فيلم. في كتير طبعا هنا في مصر، طبعا عادل امام وانا صغير كنت بتفرج عليه كتير، وطبعا بيعمل دراما كويس قوي وكوميدي كويس قوي، يعني ممثل عظيم من اعظم الممثلين مش بس في مصر بس في العالم من رايي. وطبعا بقى في امريكا في ممثل اسمه دانيال داي لويس، ممثل تاني طبعا تعرفوه كلكم اكيد، آل باتشينو، روبرت دينيرو، ففي كتير. يعني بحب ادخل جوه الشخص ده، بيفكر ازاي، هو بيتعامل ازاي، ليه بيعمل كده، بيحب مين. في حاجات كتير لازم تسأل اسئله كتير عن الشخص ده عشان تفهمه وتدخل الشخصيه. انا مصري، انا مع الاثنين، مش الاثنين مصريين يبقى انا معاهم. اثنين، احنا 21 دلوقتي. ما نعرفش الفيلم هينزل امتى بالظبط، بس ان شاء الله في خلال السنه دي 2021. وطبعا الممثلين اللي معايا هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، محمد عز، ممثلين كلهم شاطرين قوي، وانا فرحان جدا اللي همثل معاهم. انا بحب اروح الجيم، بس اكتر رياضه يعني الباسكت بول، كنت بلعبه كتير قوي وانا صغير، وانا نفسي اشوف شباب هنا يعني بيلعبوا في الـ NBA. استنونا في عز الظهر.